مساكم الله بالخير وحياكم الله، أهلا بكم بيوم الوطن، يوم الشموخ والعزة. اليوم نحتفل باليوم الوطني لأطهر بقاع الأرض. اليوم هو يوم من أيام الوفاء والحب، نسترجع فيه الذكريات والملاحم البطولية، ونستذكر أيضا تاريخ ورجالات هذه الدولة العظيمة. اليوم الوطني عنوان مختلف في وطن مختلف. ستبقى المملكة بإذن الله شامخة وقوية، وسيظل ولاة أمرها صمام الأمن والأمان، سيبقى هذا الشعب حافظا للعهد. البداية ومثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. المملكة تحتفل بيومها الوطني، والرياضة السعودية تعانق السحاب. والإنجازات الرياضية تاريخ يتجدد في ظل دعم القيادة لشباب الوطن. وكرويا كارينيو يظهر من جديد ويقترب من قيادة الشباب. وفي ديربي القصيم التعادل الإيجابي يعطي الرائد نقطة الأولى. يا ملكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوع. يا ملكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوع. حياكم الله من جديد، كل سنة ووطني بخير، كل سنة والمملكة باستقرار وازدهار. الله يديم العز على مملكتنا وقيادتنا الشامخة والمحبة للخير والسلام. اليوم في برنامج المنتصف راح نناقش كثير من الملفات ونفتح كثير من المواضيع. بس خلونا في البداية نرحب بضيوفنا، نقول مساء الخير الأستاذ خلف ملفي الناقد في برنامج المنتصف، حياك الله يا أبو أحمد. يا أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الأخ سعد وحيا الله الوطن جميعا. الله يحييك. ايضا رحب الكابتن سعد الزهراني ايضا المحلل الفني لبرنامج المنتصف، حياك الله يا كابتن. اهلا وسهلا، الله يحييك، وكل عام ووطننا المملكه العربيه السعوديه بالف خير وبامن واستقرار باذن الله. اللهم امين. طيب خليني ابدا كذا بدايه مختلفه معك ابو احمد. اليوم حدث يعني مهم بالنسبه لنا في المملكه العربيه السعوديه، اليوم نحتفل باليوم الوطني 87 بقيادة الملك سلمان الله يحفظه، والمملكة اليوم تمتلك رصيد كبير من الإنجازات على جميع المستويات. إيش ممكن نقول في مثل هذا اليوم؟ في مثل هذه الأمور لا بد أن نحمد الله العلي القدير ونشكره على هذه النعمة، على هذا الرخاء، على هذا الاطمئنان دائما في كل أيامنا وحياتنا. مملكتنا ولله الحمد عامرة بالنجاحات، عامرة بالإنجازات بقيادة ملكنا والدنا ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. دائما والحمد مثل هذه المواقف والتواريخ والإنجازات تؤكد مدى تلاحم القيادة مع الشعب والشعب مع القيادة. أيضا من الأشياء الإيجابية أنه جيراننا دائما معنا متلاحمين، لعل يعني يمكن الإمارات يمكن تجسد أهم صلة التقارب والتلاحم والجغرافيا والتعاون الخليجي كوحدة خليجية. أضف إلى ذلك يمكن من الأشياء اللي يفترض أن دائما أو يجب أن دائما يعني نعطيها قيمة كبيرة هو جنودنا على الحد الجنوبي. صحيح. يعني يمكن اليوم في وسائل التواصل من الأشياء اللي شدتني كثير أن احنا كلنا نتمتع بإجازة ونفتخر بال أو نحتفل بالوطن ونحتفل بهذا التاريخ، وجنودنا على الحد الجنوبي ساهرون على أرض على حماية الوطن وعلى حمايتنا وعلى أيضا أن نبقى دائما في رخاء وأمن. وهذا طبعا في الأخير هم أكيد يتمتعون بكل
إيجابيات مثل هذا الشرف العظيم على الحد أو الحدود السعودية. دائما مثل هذه النعم الكبيرة تستوجب الشكر والحمد، ونبتهل للمولى العلي القدير أن نبقى دائما في أمن ورخاء ولحمة حقيقية. نعم كابتن سعد. بداية نقول نسأل الله العلي القدير أن تستمر هذه الأفراح، أن تملأ الوطن باستمرار، أن تجسد هذه الأفراح طبيعة الشعب، طبيعة التلاحم بين الشعب والحكومة مع القيادة. دائما الشعب يردد عاش سلمان. حقيقة ما يحدث الآن أو هذه المناسبة اليوم الوطني هي أراها أنا في توقيت يعتبر تتويج لكثير من المنجزات، لكثير من النجاحات على المستوى الداخلي الخارجي، على بعد نهاية موسم الحج ولله الحمد بنجاح، بعد تأهلنا لكأس العالم، بعد كثير من النجاحات على المستوى السياسي، كثير من الإصلاحات في البلد. في هذه الأيام حقيقة فخورين جدا 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 بما بالمكانة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية، فخورين بهذه القيادة الحكيمة، فخورين أيضا بالوعي لدى الشعب، بالتلاحم بين الشعب والقيادة. حقيقة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين أن أنعم على هذه البلد بالأمن والاستقرار بالحب والعطاء. نشكر الأخوان جميعا في جميع الدول العربية اللي تفاعلوا مع اليوم الوطني في دول الخليج. حقيقة حسسونا أن اليوم مش هو يوم المملكة العربية السعودية، هو يوم للأمة العربية، وما في شك المملكة العربية السعودية سباقة لكل ما فيه خير الأمة وصلاحها. نسأل الله العلي القدير أن يديم أفراح الأمة العربية، أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يطيل في عمر قادتنا، وأن يسير هذا الوطن من إنجاز إلى إنجاز، ومن محفل إلى محفل، وبشموخ مستمر بحول الله وقوته بإذن الله. أبو أحمد، اليوم المتابع كذا للمشهد الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة في رسائل واضحة بأنه هذا الشعب يحب هذا البلد ويحب قيادة هذا البلد، وإحنا جالسين اليوم نقدم يعني صورة مشرفة للناس بأنه إحنا في المملكة العربية السعودية كيف نحتفل بهذا اليوم الوطني. شوف، يمكن الأعداء والمغرضون استبقوا اليوم التاريخي اليوم الوطني بعدة أيام بهاشتاقات ووعود وتحذيرات وما إلى ذلك، ولكن كان الشعب يتصدى لهم أولا قبل أي توجيه آخر، فكان الشعب متلاحم، الشعب واعي جدا في تحويل هذه الهاشتاقات إلى سميت طقطقة، ولكنها في الأخير تبعث قيمة حقيقية لمدى وعي الشعب. صحيح. مدى اهتمامه بقيمة الوطن، مدى اهتمامه بقيادته، مدى أيضا تمسكه بدينه وتعاليم دينه، لأنه أنت لابد تكون مع قائدك، لابد تكون تحت لواء قائدك. والحمد لله دائما احنا نسعد بكل ما تقدمه الحكومة على جميع المستويات. لعل يمكن آخر الأشياء التي تستوجب أن نتكلم عنها الحج، وما يعني الكل يتكلم عن مظاهر الحج في كل دول العالم، يعني من خلال وجود أكثر من مليونين في مكان واحد لمدة تقريبا 8 إلى 7 أيام أو 5 أيام، يتحركون في عدة مناسك وعدة أماكن صفا واحدا بمكان واحد، نساء ورجال، أطفال وكبار، شيوخ، وهم ينعمون في أحسن حال بشكل انسيابي لا يمكن أن يتوفر في أي مكان آخر. صحيح. فالحمد لله أنه النعم ولله الحمد كثير تستوجب دائما الشكر، تستوجب الحمد. والحمد لله أيضا قيادتنا دائما تتواكب مع مثل هذه الأحداث بالقرارات التطويرية، بالقرارات التنموية، بالقرارات الحازمة، ولله الحمد والشكر. نعم. طيب، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة وتاريخية على جميع المستويات الرياضية، إقليميا وحتى عربيا وقاريا وعالميا. اليوم نسترجع الذكريات الجميلة، الإنجازات الخالدة اللي يعني تحققت بدعم كبير من رجالات المملكة. هذا الدعم كان سبب مباشر ومهم لتوسيع دائرة هذه الإنجازات والبطولات، واللي كان آخرها الوصول لمونديال روسيا 2018. الله البادي ثم يد بلادي، الله البادي ثم يد بلادي. منذ عهد الإنجاز الأول للكرة السعودية عام 84 وتحقيق بطولة كأس الأمم الآسيوية
في سنغافورة انطلق أبناء الوطن في ميادين الرياضة يصولون ويجولون ساحاتها بعطاء مستمر ومخلص يقودهم نحو صناعة النجاح. تمثيل الوطن كان وما زال شرف يسعى له الرياضيون في مختلف الألعاب بل وعلى كل الأصعدة خارج الحقل الرياضي. التربع على عرش الكرة الآسيوية بسيطرة تجلت مع إنجازات المنتخب الأول لكرة القدم والوصول إلى كأس العالم بداية من عام 94 مرورا بالكثير من الألقاب ومعانقة وتوشح الذهب في كثير من المحافل والمناسبات الرياضية المختلفة وانتهاء بالتأهل إلى مونديال روسيا، أمر كان يقف خلفه اهتمام ودعم لا محدود لقطاع الشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية. نقطة البداية كانت مع حرص الحكومة السعودية على توفير البيئة المناسبة للرياضيين من أبناء هذا الوطن لكتابة التاريخ واقتحام المنصات ورفع الراية الخضراء في كل تجمع رياضي بفخر واعتزاز بالانتماء لهذه الأرض وتلك الحدود الحرة والمنيعة. تلك الأرقام وذاك النجاح كان يستند على عطاء سخي ومتابعة مستمرة بل وتطور دائم في أرضية خصبة قادت إلى خلق رغبة الطموح بكتابة اسم المملكة العربية السعودية على صفحات تاريخ الإنجاز والتميز الرياضي. المنشأة والصروح الرياضية المنتشرة في أرجاء الوطن والتنظيم الإداري الناجح بالإضافة إلى الرغبة القوية في تشريف هذه البلاد بحضور قوي ومنافسة دائمة، كل ذلك قاد إلى إنجازات جديدة مع كل يوم وكل عام في ساحات الرياضة. بالأمس القريب ومع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور في حكم وإدارة شؤون البلاد، كان الاستمرار في الاهتمام بالرياضيين حاضرا منذ اللحظة الأولى، فتجلت مع ذلك مبادرات مباركة لتعزيز الدعم في المجال الرياضي انطلاقا من الحرص على رعاية شباب الوطن ومساندتهم في الداخل والخارج، ومن ذلك اعتماد دعم الأندية بعشرة ملايين ريال وقرار فتح ملف الخصخصة مرورا بالعديد من أشكال الدعم المادي والمعنوي، ليكون استقبال نجوم المنتخب الأول والاحتفال بهم على خلفية التأهل لكأس العالم 2018 أحد شواهد الرعاية الكريمة. أبناء الوطن بدورهم يغمرهم شعور الامتنان لكل ما قدم لهم من احتضان وحب عكس حجم أهمية أن يكون لك وطن تنطلق منه إلى العالم بفخر واعتزاز. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تمر وشعبك قدها، الدار دارك والوطن كلها لك، وافعالك تحير شعوب عندها. طيب احنا حاولنا كذا نسترجع بعض الذكريات والانجازات التاريخية كرويا للمملكة العربية السعودية. اي مواطن يتشرف بهذه الانجازات اللي تحققت مثل ما قلنا في البداية بدعم مباشر من قيادتنا ورجالات هذه الدولة. كابتن، تاريخ مشرف بالنسبة لنا على المستوى الآسيوي وحتى وصولنا للمحفل العالمي. ما في شك تاريخ الكرة السعودية على مستوى الرياضة مش مشرف فقط، لكن تاريخ كبير، تاريخ يدعو للفخر أمانة. العديد من الإنجازات على المستوى المنتخب الأول، منتخب الشباب، منتخب الناشئين، حققنا كثير من النجاحات. أي نعم تراجعت الكرة السعودية في فترة من الفترات، لكن ما قدمت في 20 سنة أو من العام 84 إلى العام 94 إلى بعد مضت بعد ذلك إلى 2000-2006، كل هذه النجاحات في 20 عام المحددة كانت نجاحات سبقت بها المملكة العربية السعودية كثير من الدول، كثير من الاتحادات التي تأسست قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. الآن نعود نتصدر الواجهة، نتصدر المشهد الآسيوي، نصل لكأس العالم. هذه النجاحات بالتأكيد وراها خطط، وراها عمل، وراها رجال وقفوا وكافحوا كثيرا لوضع الرياضة السعودية في هذه المكانة.
الآن لابد أن ننطلق من هذه المنجزات ومن هذا الإرث العظيم لمنجزات أضخم، لمنجزات أكبر، لأرقام أخرى تضاف لتاريخ المملكة العربية السعودية الرياضي، تاريخ مشرف ومستقبل بحول الله تعالى، نقول مستقبل مشرق بإذن الله للرياضة السعودية. ننطلق الآن من مونديال روسيا بحول الله بمشاركة نرى أن المسؤولين يحشدون لها كل ما هو ممكن من إمكانيات للظهور بمظهر يليق باسم المملكة العربية السعودية، يليق بهذا الوطن. نتمنى أن البداية تكون من كأس العالم، أن لا يكون المنجز الأخير وأن يكون هو المفتاح لمنجزات أكبر. طموحنا كبير لما لمسنا حقيقة من حرص القيادة، نعم، وقربها من الرياضة والرياضيين. طموحنا كبير بتقديم ما هو أبعد، ما هو أكثر، ما هو أجمل وأفضل، وقادرين أبناء المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، نعم، على رفع اسم المملكة العربية السعودية عاليا بحول الله وقوته. نعم أبو أحمد، يعني تاريخيا في السنوات الماضية احنا مرينا بمراحل، مراحل يعني كانت مرحلة بناء، مرحلة وصلنا فيها للقمة، تراجعنا في السنوات، اليوم احنا نرجع للواجهة من جديد من خلال الوصول لكأس العالم. طبيعي، لأن كرة القدم أجيال، أحيانا يجيك جيل يستمر فيك ويقدم لك نجاحات كبيرة، ويجي جيل أحيانا ما يستطيع أن يواكب الجيل الذي قبله، ثم يأتي جيل يعوض بعض النقص. لكن صراحة التقرير جميل جدا، يستعيد بنا الذكريات الجميلة والبطولات والملاحم الذهبية. أضيف إليه منجز مهم جدا، كأس العالم الناشئين عام 1980 في اسكتلندا، مهم جدا في تاريخ المملكة العربية السعودية. أضيف إلى ذلك استضافتنا كأس العالم للشباب، يعني حتى على مستوى الاستضافات، بطولة كأس القارات أيضا انطلقت في الأصل من بفكرة سعودية ومن من أرض السعودية، ثلاث سنوات متتالية ثلاث مرات متتالية، ثم انطلقت إلى أرجال العمر، أصبحت الآن هي نسخة نموذجية لكأس العالم، تقام قبل كأس العالم بسنة. مثل هذه الأشياء أيضا تسجل في التاريخ، وهي عنوان قوي جدا لأشياء مهمة. افتقدنا في السنوات العشر الأخيرة أو 12 سنة الأخيرة استضافة بطولات عليها القيمة، وهذه من الأشياء المهمة، ليس فقط أنك تنجز وتصل إلى صحيح مثلا بطولات أو أو أو, أو محافل، لا، حتى استضافة بطولات مهمة جدا حتى على صعيد الأعلام المختلفة. اليوم قبل يمكن أسبوع في إنجاز أخير لبعض الألعاب الفردية على مستوى الكاراتيه، إنجازات كبيرة جدا على مستوى على طول العام. في الفروسية كان في أيضا منجزات كبيرة في كأس العالم وفي الأولمبياد. ألعاب القوى لها أيضا حضور جيد في بعض الميداليات. في كثير، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة كرة القدم ثلاث مرات نحققها على التوالي. هذه الأشياء تبين ماذا؟ تبين عندنا الموهبة، عندنا القدرات، عندنا الإمكانات. ينقصنا في السنوات الأخيرة الإدارة، نعم، والإدارة مهمة جدا. الإدارة هي أيضا هي إما أن توصلك إلى منجز أكبر باختياراتك القوية والجيدة، أو لا تعطيك القيمة الحقيقية لأنك اختياراتك تكون ضعيفة. صحيح. الأخيرا يمكن أخيرا، وهو التتويج الأهم، هو استقبال الوالد القائد الملك سلمان حفظه الله نهاية الأسبوع الماضي لبعثة المملكة، طبعا رئيس الهيئة الجديد التركي آل الشيخ، وكل من ساهم في هذا المنجز، سواء رئيس الاتحاد السابق الأستاذ أحمد عيد ومن معه، أو رئيس الاتحاد الحالي عادل عزت ومن معه، وباقي المشاركين في هذا المنجز الكبير. صحيح. وربما الحمد لله سيناريو كسيناريو لما ترجع له يواكب كل إنجازات الوطن على مستوى الأشياء الأخرى، اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا. فجاء هذا المنجز قبل اليوم الوطني بأيام عديدة أو بأسابيع قليلة، ليكون بصمة كبيرة في هذه المنجزات. يمكن حتى الأمير محمد بن سلمان بحكم أنه قريب جدا من المنتخب ومن دعم المنتخب، كلنا نستذكر كيف وقفاته من بداية من مباراة فلسطين عندما كانت هناك مشكلة كبيرة في أن تلعب في الأرض، في الأرض تلعب فيها. صحيح. نعم، في تل أبيب، ثم كانت إلى أن انقلت إلى أرض محايدة، وأخيرا بحضور المباراة التاريخية الكبرى اللي أمام اليابان. كان حضور صحيح. أن تهزم اليابان وأنت في هذا الوضع، أنت تكون أو لا تكون، أنا أعتقد أنها أشياء لا تنسى أبدا، وهي صحيح. تجسد بالفعل ما بقي. الأهم يمكن ذكرها الكابتن، الأهم ماذا تقدم في كأس العالم. الأهم طبعا القرارات الأخيرة، حزمة القرارات الأخيرة التي أعلنها تركيا للشيخ،
تبشر بالكثير من العمل، تبشر بالكثير من الاهتمام بأن تكون بالفعل حاضر في هذا المحفل العالمي الكبير، أكبر محفل عالمي، أن تكون بين 32 منتخب أو أفضل 32 منتخب، هذا منجز أو صحيح. إنجاز أو قيمة حقيقية كبيرة، لكن أن تمثل بشكل مشرف هذا صحيح. هو الأهم، هذا هو الهدف الأهم. طيب بس قبل ما ندخل كذا في اليوم أخبار المنتصف وأبرز الأحداث الرياضية، نروح لزميلنا محمد الناصر في أخبار المنتصف. حياك الله أخي محمد. الله يحييك عبد الله. اليوم أكيد عندنا كثير من الأخبار. أكيد في أخبار كثيرة وأبرزها المدرب كارينو وتعاقده مع الشباب. طيب نقول بسم الله. بسم الله. حياكم الله في أخبار الرياضة في برنامج المنتصف. الخبر الأول، أكد تركي آل الشيخ في تهنئته للقيادة اليوم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولمقام ولي عهده الأمين ولكل أبناء الوطن بهذه المناسبة، وقال في هذه المناسبة أنها غالية، نستعيد معها ملحمة تاريخية تحفزنا في كل عام للبذل والعطاء والعمل على رفعة الوطن، وعبر بأن هذه الذكرى الوطنية خالدة نستحضر فيها مسيرة عظيمة للمؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. في خبرنا الثاني، الشباب يوقع مبدئيا مع المدرب كارينو، حيث أبرمت إدارة نادي الشباب عقدا مبدئيا مع المدرب الأرجواني كارينو لتدريب الفريق، وسيكون توقيع العقد النهائي عند وصول المدرب إلى الرياض. وسبق وأن درب المدرب كارينو فريق النصر في موسم قبل الماضي، وحقق مع النصر بطولة الدوري وكأس ولي العهد، وسيستلم أيضا المدرب الأرجواني مهامه الرسمية بعد مباراة فريقه. خبرنا الثاني، رئيس الأهلي التحقيق مع العويس لا يعنينا، أكد الأمير فهد بن خالد أن تحويل قضية اللاعب محمد العويس لنهاية التحقيق غير مقلقة، وأكد أن موقفهم في القضية من البداية للنهاية سليمة وقانونية، وأشاد بالخطوات الأخيرة للهيئة العامة للرياضة. ويذكر أن هذه القضية، قضية العويس، شهدت جدالا واسعا في الأوساط الرياضية نظير التصعيد بين الناديين اللي هو الشباب والأهلي. الفيفا يوقف هداف بيروز الإيراني أمام الهلال. أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم مهدي تريمي مهاجم فريق بيروز الإيراني لمدة 4 أشهر، ويأتي هذا القرار على خلفية رحيله المفاجئ من نادي ريزا سبورت التركي الموسم الماضي. ويعد تريمي أحد أفضل نجوم بيروز الإيراني فريق بيروز، ويحتل المركز الثاني في لائحة هدافي البطولة، وبعد ذلك يغيب عن لقاء فريقه أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا. ياك عبد الله، إذن هذه أبرز الأخبار اليوم للمنتصف، والكلمة لك ولضيوفك. الله يعطيك العافية محمد. الله يعطيك. شكرا لك. أنا سعودي، أنا سعودي، نعم وامجادي شهودي، وأطهر أرضي في الدنيا تراها أرضي وحدودي. أنا سعودي، نعم وامجادي شهودي، وأطهر أرضي في الدنيا تراها أرضي وحدودي. I'm not afraid.
حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة المنتصف. نستعرض فيها اليوم أبرز الأخبار والأحداث الرياضية. مثل ما أنتم عارفين اليوم اختتمت أيضا الجولة الرابعة، هي جولة الوطن من دوري جميل. لكن قبل ما نبدأ الحديث عن هذه الجولة، اليوم كان في خطوة مهمة لإدارة نادي الشباب بالتعاقد مع المدرب كارينيو خلفا للمدرب سامي الجابر. من الواضح أن أنديتنا بدأت تشتغل بسرعة، يعني قالت مدرب النصر بالأمس من قبل سامي الجابر، اليوم التعاقد مع كارينيو، وحنا في أول أربع جولات مثل عن الماضي. كان في الجولة الثانية أو الثالثة كان في قالت، وهذه طبعا عادة موسمية عندنا. لكن أبارك للشبابين أيضا، صراحة كارينيو مدرب كبير جدا، له تاريخ حافل. يكفي صراحة ما قدمه مع النصر عندما أتى لأول مرة في الدوري السعودي وحقق الدوري وكأس العهد، وقدم فريق محترم جدا في ذلك الوقت. وهو مدرب صراحة من المدربين اللي أنا شخصيا أحب أسلوبه وأحب عمله. بس هو مناسب اليوم للشباب؟ يعني هذا ممكن يكون السؤال الأهم. في مدربين كثير يتميزون يحققون بطولات، بس هل هم مناسبين بهذه الفترة مع نفس الفريق؟ شوف، الشباب الآن يعني يتوافر فيه كل عوامل الإبداع. هي المشكلة فقط الرئيسية التي يعاني منها الشباب ويعاني منها النصر أيضا ويعاني منها الاتحاد، هي توفير الميزانية التي توفر بيئة العمل الحقيقية، أنك تدفع رواتب الناس، أنك أيضا ما تتأخر في مستحقاتهم. هذه من أهم الأشياء. البيئة الإدارية جيدة في نادي الشباب صراحة. اللاعبين الآن موجودين على مستوى كبير صراحة، يستحقون أنهم يقدمون أشياء كثيرة لنادي الشباب. والمدرب كارينيو، يمكن الواحد يسأل لماذا بعض المدربين يكونون جاهزين فقط للعودة للدوري السعودي. هذه تفسر دائما من خلال أيضا يمكن تاريخ طويل، انه ياخذون رواتب عاليه وما عندهم ضرائب. وبالتالي سهل انه يلغي عقده في اي مكان ويرجع ويجي لاي نادي سعودي، عندما وخصوصا اللي كان سبق وجاء للسعوديه، لانه عرف كل شيء. لكن الجيد هنا انك تجيب مدرب عارف البيئه وسابق وتعامل مع الدوري السعودي. واعتقد ان كارينيو صراحه، انا اعتقد انه قرار موفق جدا لنادي الشباب. طيب كابتن سعد، كارينيو اليوم يعود مرة ثانية للشباب. اختيار موفق للشبابين. أمانة كارينيو قدم على الأقل في المملكة العربية السعودية موسم ونصف الموسم مع نادي النصر كانت خيالية جدا. الآن ربما للظروف مشابهة بين الشباب والنصر. النصر عندما أتى كارينيو كان بعيد عن ساحة المنجزات، أعاد كارينيو للمنصة مجددا. كان الفريق أي نعم في مجموعة جيدة، ولكن لم تكن المجموعة الموجودة الآن، لذلك الظروف تتشابه تماما بين شباب اليوم ونصر الأمس اللي حقق دوري وكأس ولي العهد في 2014. الشبابيين وفقوا تماما في اختيار كارينيو، وأعتقد أنه وفقوا في التوقيت كونه الآن فيه توقف للفيفا دي، وسيستلم مهامه بعد مباراة النصر. إذن هو تعاقد موفق، بشرط أن يتعامل الشبابيين مع كارينو على أنه مدرب مش عصا سحرية. يعني وفر البيئة الحقيقية، وفر لبيئة عمل مثل ما تفضل الأستاذ خلف، ووفر للاعبين الجو المريح للعمل، هي كل الأجواء المناسبة للنجاح، وبلا شك ستجني الثمار. أما أنت يعني مش القضية مش تغيير مدرب فقط وتضع تحت الضغط وحقق نتائج، لا، المدرب يحتاج فريق عمل حوله، بيئة صالحة للعمل وللنجاح. كارينيو أعتقد أنه يملك لمسة خاصة، يملك سيعيد الروح للشباب. الشباب افتقد في الموسمين الماضية أو أكثر، افتقد للأشياء كثيرة. أعتقد أن كارينيو الآن هو الرجل المناسب لإعادة شحذ المعنويات الشبابية، لإعادة الشباب للواجهة. هو مدرب يمتلك مفاتيح كثيرة، يمتلك أسرار نفسية في التعامل مع اللاعبين. نتمنى لكارينيو، وما في شك أنه اسم، نتمنى للنجاح، حتى على الأقل أنديتنا لا تخفق مرة وأخرى في اختيار المدربين. لكن كارينيو أثبت نجاحه مع النصر، حتى ولم ينجح مع الشباب، هو مدرب ترك بصمة في دورينا وفي كرتنا. نعم. طيب المباريات جاهزة يا شباب اليوم؟ طيب خلونا نشوف مباراة الشباب والاتفاق. هذه المباراة انتهت بفوز الفريق الشبابي. الشباب اليوم قدر يتغلب على ظروفه وعلى أوضاعه الصعبة، وحقق فوز مهم على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين. داود على مشارف منطقة الجزاء، خيري والكويكبي بالقدم اليسرى، أرضية، جول.
شوف الكرة النموذجية الأرضية بين فاروق قاسم الأمير يتقدم بنزيما يرسل كرة الناس الشباب يعود هي دقيقة واحدة فقط وبالكرة إلى ضربة ركنية دائما ماركوس المتخصص يرسل كرة طولية جول هدف ثاني للناس محمد سالم شوف كرة ماركوس وارتقاء محمد سالم ليأتي بالهدف الثاني انطلاقة مع محمد سالم لكويكبي بكرة عالية واصل لدى سبيعي كنترول مرور الله هو هزاع شوف كرة لكويكبي نص الجول سبيعي نص الجول سبيعي هنا من يطو آخر اللحظات من زمن هذا اللقاء كابي في تقدم ومجرشي بالتغطية كابي مر جول 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 عازف الألحان يعود مرة أخرى شوف خالد كابي مر وتقدم اعطمت شوف 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 شو. مرر كرته طيب ابو احمد الفوز مهم للشباب يعني خصوصا انه الفريق يعني خارج بعد مدرب اوضاع النادي ممكن طبعاً. تكون في وضع غير مستقر سابقه وهبوط في الروح المعنويه غريب جدا اليوم فريق الشباب مختلف تماما عن اي مباراه هي نشوه سابق. التغيير تعتبر نشوه التغيير واصبح الحمل على اللاعبين انه تثبت تحدي في الملعب شوف برضه في نقطه مهمه جدا انه مثلا محمد سالم طبعا في غياب العمري محمد سالم رجع الى مركز الحقيقه كقلب دفاع اثبات التحدي موجود عند اللاعبين اليوم واحده من اهم الاشياء والعوامل هو الحماس واثبات التحدي الى درجه انه يعني ولكن في ايضا نقطه مهمه واضح اللياقه العاليه عند اللاعبين موجوده يعني تخيل رغم الرطوبه ورغم الا انه كان اللياقه عاليه جدا في كثير من المرات تشوف خمس لاعبين في الهجوم وفي نفس الوقت يرجعون بسرعه ويدافعون يعني مثلا كانت النتيجه 2-1 للشباب هجمه مرتده للشباب خمس لاعبين من الشباب مقابل اثنين من مدافعي الاتفاق ومع ذلك ضيعوا الكره كانت تكون 3-1 تنتهي المباراه وجاب الاتفاق التعادل بعد الهجمة هذه مباشرة وفي نفس الوقت يمكن في بعض اللاعبين ما زالوا مثلا زي بنياطو ما زال عنده أنانية ومستواه مش ولا لم يقدم إلى الآن أي شيء مستوى صحيح العالم علامة استفهام حول إيه لاعب بنياطو يعني الموسم الماضي كان يقدم مستويات جيدة نعم أنا قلت لك الحلقة الماضية أنه هو والجزائري نفس الجزائري الاثنين هو وبالعمري مستواهم ليس كمستوى العام الماضي صحيح ولكن اليوم أيضا بالعمري طبعا غائب ولكن بنياطو ما زال يقدم مستويات غريبة لكن صحيح. اليوم مثلا حضور الشمراني كان جيد صراحة في, 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 في الروح في العمل في الجهد الفريق بشكل عام كان في وضع نقدر نقول أنه أفضل من الماضي هو واضح أنه في تكاتف قوي جدا لخروج من الأثرات الماضية وخروج من الأزمات صحيح أنا أعتقد مباراة اليوم أخرجته من أزمات كثيرة طيب كابتن سعد لكن في المقابل بس دقيقة أيوة الاتفاق يعيد سيناريو العام الماضي الآن يعني أو فوز ثم الآن هزيمة متتالية وبعدين إقالة مدرب الله يستر صراحة لا ومنه فريق صراحة إذا احنا نتكلم يعني عن السيناريو الموسم أنا أتمنى ما يصير صراحة لأنه مدرب يقدم عمل جيد صراحة صحيح كابتن إيش اللي تغير في الشباب فريق كان يفوز بصعوبة في بعض المباريات هذا إذا فاز الفريق مبارياته تقريبا كانت ما بين التعادل والخسارة في المباريات الماضية بداية ما حدث هي الصدمة المعنوية يعني صدمة تغيير لدى اللاعبين خلاص الآن أنت أمام الأمر الواقع المدرب أو الشماعة اللي كنت تعتقد أنها هي السبب في النتائج أو أنت أو اللاعبين يضعونها أحيانا المدربين شماعة للنتائج المدرب رحل أنت الآن أمام حقيقة أما أن تقدم صورة تعكس ما تملك أو أن تستمر في المستوى الهزيل هذه الصدمة أحدثت استفزاز للشبابين أضف إلى ذلك أنه الفريق الكبير أحيانا يحتاج إلى مواقف موقف تثبت فيه أنك فريق كبير الشباب اليوم
كثير من اللاعبين عادوا للمشاركة، الكثير بدأ يعطي أفضل مما سبق. طبعا المدرب نايف العنزي ما يقدر نجزم أنه غير الكثير، لكن ربما غير على المستوى المعنوي والنفسي لقصر المدة، مش تقليلا في إمكانياته، لكن لقصر المدة ما تقدر تضيف للاعبين في وقت قصير الشيء الكثير، لكن تعالجهم نفسيا، تبدأ تتكلم معهم من الناحية المعنوية، تبدأ تحضرهم للمواجهة. أضف إلى ذلك أنه أحيانا التوفيق تحتاج التوفيق، عند يعني الشباب سجل من كرة عكسية تقريبا من المدافع، هذا التوفيق يحالفك أحيانا ويجانبك في أحيان أخرى. اليوم الشباب وفق في كرتين ثابتة في التسجيل، الاتفاق لا زال يواصل الأشواط الأولى السيئة، الاتفاق في كل مبارياته يقدم شوط أول سيء، اليوم لأول مرة يسجل في الشوط الأول، نعم، لكنه في النهاية خرج خاسر الشوط الأول 2-1 كعادة الاتفاق في كل مبارياته. نعم طيب، بس أنا عشان ودي أنتقل كذا مباشرة لأستاذ الجوهرة، نقل مباشر لاحتفالات المملكة باليوم الوطني، كذا مقتطفات وراجعين. هذه الأغنية إهداء خاص لصدورنا الخضر اللي شرفونا يستاهلون. كلنا
إذن هذا استمرار لاحتفالات الواسعة اليوم في المملكة العربية السعودية احتفالا باليوم الوطني. يعني الناس مبسوطة حاضر احتفالات وحنا في الاستوديو أبو أحمد. أنا أقول ليت اللاعبين يشوفون تفاعل، لو ما كانوا فايزين ما كانت هالأغنية جت اليوم. صحيح. إيه شوف شلون التفاعل الكبير من الجمهور. هو في كلام جاز وطن كان يعني. إيه لأنه جاز أكيد طبعا جاز كبير. اللاعب لما يعرف قيمة إنك أنت تنجز الوطن فيجب انك تستشعر هذه المسؤوليه، هذه مهمه جدا في اذكاء روح المواطنه، روح القيمه، روح المسؤوليه. انت كلاعب وش مسؤوليتك؟ مسؤوليتك في الاخير انك تكون في هذا المحفل الكبير. صح. وبالتالي يكون وطنك موجود في اهم محفل في العالم. صحيح. لما حققنا التاهل او هدف التاهل لكاس العالم تشوف البيوت، النساء، الناس الكبار، الاطفال حاسين بانه اليوم في شيء باسم المملكه العربيه السعوديه. بعيد عن الهلال، النصر، الاتحاد، لما كانت تحقق الانجازات كان في فئه معينه تفرح بهذا الانجاز. اليوم لما تحقق شيء باسم المملكه طبعاً. انت تحس انه حدث مهم في كل بيوت السعوديه كان موجود. صح. ما هو حدث يعني اي حدث كذا. انا بالامانه حتى شفت برامج عربيه يمكن شفت كثير، لكن بالذات يمكن الامارات حتى فيهم محللين غير اماراتيين. كلهم كانوا يقولوا الان هو ممثلنا الاول هو السعوديه. كلنا مع السعوديه. فيعني يعني ما هي فقط على اثرها على فقط البلد، حتى على دول عربيه. صحيح. للامانه يعني الاشقاء في الامارات معانا خطوه بخطوه في انجاز الوطن، معانا في انجازاتنا الكرويه الرياضيه، معانا في كل شيء احنا وياكم مع بعض. طيب يمدينا يا شباب ناخذ القادسيه والفيصلي؟ يمدي ولا لا؟ طيب خلونا نشوف مواجهة القادسية والفيصلي. انتهت بالتعادل الإيجابي أيضا بهدف لهدف. تقدم الفيصلي في البداية لكن القادسية رفض الخسارة واكتفى بنقطة واحدة. لويزينيو يتقدم الآن ويسجل هدف الفيصل الأول. 1-0 الآن، 1-0. حطها على يمين فيصل مسرحي. تعادل بسمارك، تقدم ويسجل. 1-1. ويسجل ويفرح الأنصار والمحبين في ملعب المباراة. القادسية يتعادل الآن 1-1. قمة بريد أيضا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين بين الرائد والتعاون. سيناريو جميل كان، تقدم الرائد، رد التعاون، تقدم الرائد مرة ثانية، لكن التعاون تعادل بنفس الطريقة. عايز يطلع مراد الرشيدي لكن يتوغل الى شيكابالا، مع الكره شيكا يحاول على شماله يوسع لنفسه شيكابالا، يلعبها على الارض الى بنجوره، بنجوره مع الكره اسماعيل يا ولد، اسماعيل بنجوره الاولى، الاولى بنجوره والاولى بنجوره. استلم على حدود المنطقه، ما حدش ضغط عليه لصالح التعاون، وتلقب داخل منطقه جزاء الرائد. اميسي بيدور على مكان هو ماتشادو، عالية المره دي واميسي يعدلها والتعادل. جول للتعاون، اسماعيل مغربي وميسي عدلها له وفي المرمى الفاضي. مواجهه ما بينهم من نقطه الجزاء، بنجوره، بنجوره يا لعيب يا لعيب يا اسماعيل يا بنجوره، يسجل الثاني بذكاء ورقصه جديده. مبروك مجالك يا بنجوره. يحطها على اليمين والحضر يروح على الشمال، وهنشوف نايف والرحيلي، هزازي والرحيلي ونايف هزازي. حمد لله على السلامة يا نايف، على
عن التهديف. نايف هزازي يثبت الرحيلي في وسط المرمى ويحطها على يساره. هذا ختام جولة الوطن الجولة الرابعة. كان ودي بصراحة نناقش هذه المباريات ونشوف أبرز التفاصيل، لكن نعدكم إن شاء الله بكرة يكون في يعني تحليل كامل لهذه المباريات عبر بانوراما المنتصف. في الختام نشكر الأستاذ خلف ملفي، شكرا أبو أحمد، شكرا كابتن سعد، سعيد جدا بتواجدي هذه الليلة معكم. شكرا لكم جميعا، كل سنة وطننا العظيم بخير، كل سنة وقيادتنا الحكيمة بخير، كل سنة وجنودنا البواسل ورجالنا على الحد الجنوبي بخير، أنتم سبب وجزء مهم في احتفالات الوطن اليوم. شكرا للجميع. يا مالكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وطوع، يا مالكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وطوع، اللي غرر كالغرر.